أهلا بكم في المراقب من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، أنا دينا سالم ونناقش الليلة. مع تراجع التصنيف الائتماني وارتفاع الديون، هل تنجح الدول منخفضة الدخل في تدبير 440 مليار دولار حتى 2026؟ ومع إغلاق الحكومة الهولندية أكبر حقل غاز في أوروبا، كيف تواجه القارة الأزمة؟ وما هي حظوظ الجزائر في الانضمام إلى بريكس بعد زيارة الرئيس الجزائري إلى موسكو؟ بكم. تواجه الدول منخفضة الدخل تحديات تمويلية كبيرة منذ عام الجائحة، تركزت في القروض واجبة السداد وعجز ميزان الحساب الجاري، الأمر الذي يلقي بمزيد من الثقل على المؤسسات التمويلية والاقتصادات القوية لدعم هذه الدول رغم ما تواجهه هذه الاقتصادات من أزمات. صندوق النقد الدولي يقول إن الدول منخفضة الدخل بحاجة إلى نحو 440 مليار دولار من التمويل الإضافي لتسريع وتيرة نموها وإعادتها على المسار الصحيح، وهذا حتى عام 2026. هذه التقديرات صدرت في عام 2021، ووفر الصندوق منذ عام الجائحة حتى الآن نحو 24 مليار دولار فقط لـ50 دولة منخفضة الدخل في هيئة قروض بدون فوائد من خلال صندوق النقد للنمو والحد من الفقر. تواجه الدول منخفضة الدخل تحديات عدة للحصول على تمويل من المؤسسات الدولية، أبرزها انخفاض تصنيفها الائتماني. لكن الصندوق كان سارع في بداية الجائحة بتكثيف التمويل الطارئ للدول منخفضة الدخل، حيث بلغت التزامات سنة 2020 وحدها نحو 9 مليارات دولار. ومع التزايد السريع في الاحتياجات التمويلية للدول المنخفضة الدخل، توقع الصندوق أن يصل حجم الطلب على الإقراض منه إلى نحو 40 مليار دولار، وهذا بين عام 2020 وحتى عام 2024، وهو يمثل أكثر من 4 أضعاف المتوسط التاريخي. إذن مشاهدينا، كان هذا عرضا سريعا عن احتياجات الدول منخفضة الدخل من التمويل خلال السنوات الثلاث المقبلة والتحديات التي تواجهها وحجم الدعم المقدم لها من الصندوق من بعد جائحة كورونا. إذن للحديث بشكل أكثر تفصيلا ينضم إلينا مباشرة من مسقط الدكتور باسم حشاد، الخبير الاقتصادي واستشاري الدولي للبرنامج الإنمائي للدول المتحدة. أهلا وسهلا بك دكتور باسم. وبداية، الاحتياجات التمويلية لهذا النوع من الدول، الدول التي تعاني من انخفاض الدخل، تقع على من برأيك؟ الدول الأقوى اقتصاديا أم مؤسسات التمويل الدولية؟ اهلا وسهلا ومرحبا استاذة دينا، واهلا وسهلا بالسادة متابعيك الكرام. يعني الإجابة على تساؤل حضرتك ببساطة، تقع على عاتق حكومات هذه الدول التي تصدت لهذه المسؤولية. يعني المؤسسات الدولية والبنوك الدولية وكذلك الدول القوية ليست مؤسسات خيرية، ولا يتوقع منها أن تقف إلى جانب الاقتصادات الأقل تقدما ما لم يتحقق مصلحة بعينها من وراء هذا الدعم أو هذه المساندة، أو أن أنا أقف جنبك عشان خاطر في مصلحة
اقتصادية بتتحقق ليا، وخصوصا ان انا عندي حكومات يعني بتحاسبها شعوبها وبالتالي وبرلماناتها ومؤسساتها، وبالتالي ليس من السهل على اي دولة سواء كانت اقتصاديا قوية او يعني واحدة من الدول الغنية كما نسميها ان تقوم بمساعدة دول اخرى ما لم توجد اجندة واضحة لهذه المساعدة تبرر تقديم مساعدات مالية او دعم مالي. وبالتالي في تقدير وبحيادية تامة الدولة التي تطلب دعما أو مساندة، المسؤولية كاملة تقع على عاتق هذه الدولة وعلى حسن إدارتها لمواردها. وإذا كانت من الدول الأقل تقدما والأقل فقرا، القانون الدولي والمعاهدات الدولية تضمن لها أن تحصل على قدر من الكفاية أو قدر من الدعم والمساندة من الدول والمؤسسات التي تصنفها على أنها دول أقل فقرا أو أقل تقدما، وبالتالي يمكن الاستفادة ببعض هذه البرامج. إنما الاعتماد على التمويل لأني فقير ربما ليس مسوغا دوليا كافيا للخروج من أزمة التمويل ونقص أو عدم القدرة على سداد الالتزامات المالية تحديدا. طيب دكتور، الصندوق لديه آلية للتعامل مع هذه المشكلة، تحديدا الصندوق الخاص بالنمو والحد من الفقر، هل ترى أنه نجح في هذه المهمة؟ وكيف يمكن أن يؤمن الموارد لكل هذه البلدان؟ زي ما سيادتك عرضت في التقرير الرائع اللي قبل المداخلة مباشرة، يفترض أنه كان في خطة طموحة جدا لتوفير 250 أو 260 مليار، لم يعني ينجح أو تنجح هذه الخطة غير في توفير تقريبا يعني أقل من 15 ل 20% من هذا المبلغ. والسبب في ده برضو أستاذة دينا ما تنسيش أن الاقتصاد العالمي ككل في السنتين الأخيرتين أو تحديدا من 2020 وحتى اللحظة بيمر بتقلبات يعني في غاية الحدة، تقلبات و هذه الاستقلابات للأسف الشديد ما زالت مستمرة وما زال الاقتصاد العالمي بيعاني منها، وتركت آثار في غاية العنف على مسار الاقتصاد العالمي. نرى تضخمات أو معدلات للتضخم هي الأكبر في تاريخ الاقتصاد الحديث، يمكن من 20 30 50 سنة ما شفناش معدلات تضخم بتصل لهذا الحد. نرى عمليات تيسير كمي صاحبت أزمة كوفيد 19، وما ويعني عايز أقول الإسهال النقدي الذي أحدثته البنوك المركزية الأوروبية والأمريكية تحديدا الفيدرالي الأمريكي أثر بشكل سلبي وبشكل كبير جدا على معدلات التضخم في العالم ككل. وبالتالي فكرة إني أمول أو أستطيع تمويل من هو في احتياج إلى تمويل في 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 دولة ما، في حين إن أنا عندي قدر من سعر الفايدة جاذب للغاية، وأصبح دلوقتي الاستثمار في السندات وأذون الخزانة الأمريكية اللي وصلت 4.5% و5.25 و5.5% وما زالت قابلة للزيادة في هذا العام، ربما يكون خيار صعب جدا. وأنا يعني أكاد أتفهم موقف الحكومات التي لديها فوائد دولارية في رغبتها في الاستثمار فيها عن أنها تقدمها في صورة التزامات للمؤسسات الدولية أو حتى إعانات لمن هم في احتياج إليها يعني. لكن الإخفاق في تأمين هذه الموارد بالشكل المطلوب، كيف برأيك يهدد قدرة الصندوق على تقديم الدعم المطلوب للدول منخفضة الدخل؟ وفي هذا يعني إذا حدث ذلك، هل الخيار سيقع على الاقتصادات الكبرى؟ لم أتفهم السؤال، معلش أستاذة من فضلك يعني أعيد السؤال مرة أخرى. السؤال حضرتك لم يصلني. بتقول إنه لم يتم تأمين سوى 15% من هذه الاحتياجات المطلوبة، إذن هناك إخفاق في تدبير هذه الموارد. هل يعني هذا أن الاقتصادات الكبرى أو الدول كحكومات يمكن أن تقدم مساعدة للدول المنخفضة الدخل عوضا عن المؤسسات التمويلية العالمية مثل صندوق النقد الدولي؟ أشكر سيادتك على السؤال. الإجابة هتتوقف على القدر من العلاقات الدبلوماسية والسياسية التي تسمح بأن الحكومات تقف مع بعضها في الأزمة إذا جاز التعبير. بس خلينا أقول لحضرتك برضو من باب الشفافية والوضوح أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات عندما تفشل الدول الفقيرة أو الدول الأقل تقدما في أنها تحصل على تمويل بالطرق العادية حتى بمقابل أسعار فوائد عالية أو مرتفعة، ومع ذلك تفشل في توفير التمويل، ربما يدفع ذلك بعض الحكومات الأخرى أو الحكومات ذات الأغراض بين قوسين كبيرين، يعني الأغراض الاقتصادية أو السياسية أو الجيوسياسية التي تخدم مصالحها في منطقة أو إقليم ما،
قد تدفعها إلى استغلال هذا الاحتياج، وربما تملي شروط قد تكون أكثر قسوة من الشروط اللي كان بيفرضها الصندوق. إذا كنا بنتكلم عن تحرير عملة، كنا بنتكلم عن إن أنا أحذف الدعم أو أقلل من الدعم أو ألغي الدعم تماما، إذا كنت بتكلم عن إعادة هيكلة أسعار المحروقات، يعني كل دي شروط هتبدو في غاية الرقة وفي غاية الرحمة مقابلا لما قد يملى من شروط أكثر قسوة في حال إذا كان الديالوج أو الحوار جي تو جي أو من حكومة لحكومة، ربما يكون الموضوع أكثر قسوة. لذا أرى دائما وأنصح دائما حتى على المستوى العملي والمستوى البراجماتي البحت، المستوى النفعي البحت أو الميكافيلي البحت، أن الحكومات التي تعاني من نقص في التمويل لابد من إعادة هيكلة مواردها مرة أخرى والنظر إلى الممكنات الاقتصادية الخاصة بها حتى تخرج من أزمة التمويل. لأن الاعتماد على المثل الصيني القديم اللي كان بيقول يعني لا تعطيني كل يوم من سمكة ولكن علمني كيف أصطاد، فعلينا أن نتعلم كيف نصطاد، وعلينا أن أو عليها هذه الدول أن تتعلم كيف تصطاد، وعليها أن تتعلم كيف توفر من مواردها القدر الذي يسمح بالخروج من الأزمات دون أن تحتاج للمساومة أو التفاوض حول مصالحها الخاصة بهدف الحصول على تمويل. لكن الدول التي تتحدث عنها أصبحت تواجه تحديات إضافية، ليس فقط شح التمويل، إنما تعاني من التضخم المرتفع، انعدام الأمن الغذائي، تزايد مواطن الضعف المتعلقة بالديون. بعد كل هذه التحديات، كيف يمكن لتلك الدول أن تصطاد مرة أخرى أو تدرك ما فاتها من تنمية؟ هو ده السؤال أستاذ، يعني السؤال الذي إذا نجح يعني نجحت الحكومة أو نجح حد في الإجابة عليه بشكل سليم سيصبح دولة متقدمة ودولة متطورة، لأنهم يعني هم تعلموا كيف يصطادون ويمارسون حرفة الصيد بمنتهى الذكاء والأريحية، وبالتالي عندهم هذه المقدرة وعندهم هذا للأسف المهارة. يعني ما أنصح به وما أراه أنه لكي تتعلم كيف تصطاد لابد أن تعترف أولا بأن ثمة مشكلة حقيقية تواجه الاقتصاد، ولابد من توصيف هذه المشكلة للوقوف على جذورها الحقيقية يعني مسبباتها الحقيقية دون أدنى قدر من المواربة أو الالتفاف أو التحايل على الجذر الحقيقي. يعني حل المشكلة نصفه هو الاعتراف بها، يعني نصف حل المشكلة الاعتراف بها. فلا بد أن نحدد أولاً المصادر الأساسية لحدوث هذه الإشكالية. إذا كانت إشكالية التمويل فقدان للأولويات، علينا أن نعيد الأولويات. إذا كانت الإشكالية هي أن ثمة مشروعات تم الإنفاق عليها دون أن تحقق عائد، علينا أن نتوقف عنها بشكل يسمح بتوفير الموارد الأخرى لسداد أقساط الدين وسداد أصول الدين والاستفادة في مشروعات ذات إنتاجية أكثر سرعة. قلنا دائما ونكرر مرة أخرى أنه في كل الأزمات الاعتماد على تعليم جيد وصحة جيدة ومحاولة الاكتفاء الذاتي في السلع تحديدا السلع الاستراتيجية وسلع الأمن القومي تكفل لك قرارا يسمح لك بأنك تكون أكثر الصيادين مهارة أصلا. يعني أنت لن تحتاج لأحد أن يعلمك، ولكن كل ما كان عندك تعليم جيد كل ما هتفرز أجيال قادرة على أن هي تتحمل المسؤولية وأن هي تخرجك من الأزمة وأن هي تبيع نفسها ومهاراتها للخارج فتزود لك من حصيلة الصادرات. ولدينا صحيح. في الهند مثال ضخم وكبير، 200 مليون هندي في العالم كله، لك أن تتخيلي لو أجر بس متوسط الفرد الواحد منهم $1000 في الشهر، 12 ألف في 200 مليون، ده دخل الصافي حصيلة. طبعا الرقم مجازي والرقم للتعبير بس فقط على المثال يعني، ولكن ليس رقما حقيقيا. ومن ثم لك أن تتخيل كيف أن الموارد البشرية يمكن أن تكون نقمة كبيرة وليست لكن مجرد لا يعني أتصور أن الحقيقة بعيدة عن ذلك، لأنه بالفعل يعني كبار مدراء الشركات الأكثر ربحا خاصة في قطاع التكنولوجيا هم بالفعل ينتمون للدولة الهندية، وربما يكون متوسط الدخول للهنود الذين يعملون في الخارج في هذا النطاق. وقع القلم. سؤال أخير يا دكتور، الارتفاع الحاصل في أسعار الفائدة الدولية كيف يخلق برأيك مزيدا من المخاطر التمويلية للدول منخفضة الدخل؟ أحييك والله يا أستاذة، ده سؤال في الصميم وسؤال يعني اقتصادي من طراز رفيع. يعني للأسف الشديد يعني في لعبة كده بتمارس
لا أدري مقدار دقة الوصف، يعني بوصف كونها لعبة، إنما في كده بشكل ما من أشكال نقل مخاطر وتبعية التضخم للدول الأقل تقدما والأقل فقرا. بمعنى أكثر وضوحا، الاقتصادات القوية، الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال عشان نضرب مثال محدد، هذا الاقتصاد لديه قدرة كبيرة جدا على أن ينقل كل تبعات التضخم للاقتصاد التابع، الاقتصادات التابعة ليه. وسأضرب مثال بكل الاقتصادات التي تعتبر أن الدولار هو المخزن والاحتياط الرئيس ليها، وهم كثر، يعني 60 70% من احتياطيات الدول في العالم كله دولار. هذا الدولار بيجعل من أمريكا قادرة على أن تنقل عبء هذا التضخم للدول الأخرى. يعني إيه بتنقله؟ يعني لما سعر الفايدة على الدولار بيزيد وسعر المنتج الأمريكي بيزيد، ونتيجة لأني رابط ومعتمد على الدولار بكل في كل هذه البنوك المركزية، بضطر إن أنا أشتري الدولار ده عند هذا السعر المرتفع، فيحمي بذلك الاقتصاد الأمريكي، بيحمي المواطن الأمريكي وبيحاول يحد من مخاطر التضخم، في مقابل إن المواطن الأجنبي هو اللي بيتحمل تبعات هذا التضخم. وأظن إن هي دي اللعبة اللي بتمارس على الدول الأقل تقدما والدول اللي في احتياج للاقتصادات القوية، أو الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، بيرفعوا سعر الفوائد، يعلوا من قيمة العملة بتاعتهم، في نفس الوقت قدرتهم الإنتاجية ومكانتهم الإنتاجية شغالة، فبتصدر وبتستوعب قدر كبير جدا من الاستهلاك العالمي وتقدر تغطيه، فبتستفيد بده، وبالتالي المنتج الأمريكي والمستهلك الأمريكي والمواطن الأمريكي والأوروبي يتمتع بخيرات الدول الأخرى، وبيستنزف كمان مقدراتهم، ويحافظ على معدلات الأسعار عنده في أقل حدود ممكنة من التقلب أو التغير، ويخرج بذلك من الأزمة. يعني كل هذه الأمور وهذه الطريقة وآلية التشغيل الخاصة بالاقتصاد العالمي وعدم التوازن فيه بين مصالح الدول، ربما بيحد كثيرا من قدرة الدول الأقل تقدما على الاقتراض، ومن ثم إما أن تقترض بأسعار فايدة عالية جدا عشان تقدر تغري المقرض، وخصوصا أنه مرة أخرى ليس جمعية خيرية، لا تتخيل أنه مؤسسة خيرية بتقرض، هذه المؤسسة تبحث عن الربح وتبحث عن المصلحة الخاصة وفقا لأبسط القواعد المحاسبية. وبالتالي كل ما بيزيد أسعار الفوائد وكل ما بيزيد الفايدة على الدولار والفايدة على اليورو والفايدة على العملات الصعبة، كل ما بتتعرض الاقتصادات الأقل تقدما لضغوط تضخمية لا فكاك ولا طريق للخروج منها سوى بالاعتماد على النفس، بزيادة الإنفاق على التعليم، الإنفاق على الصحة، الاكتفاء الذاتي من أقل السلع الاستراتيجية كالدواء والغذاء والسلاح، نعم، بها تستطيع أن تبني اقتصاد قوي وأمة مستقلة. عدا ذلك هتدور في هذا الفلك بلا، للأسف الشديد، يعني بلا نهاية. يعني شكرا جزيلا الدكتور باسم حشاد، الاستشاري الدولي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. مشاهدينا ابقوا معنا في المراقب، بعد الفاصل نحاول أن نتعرف على تأثر الأسواق العالمية بقرار تثبيت سعر الفائدة في الولايات المتحدة، كونوا معنا. أهلا بكم. تتراقب الأسواق ردود الأفعال عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 5.25%، لتتجه التساؤلات عن مدى تأثير ذلك على حركة الأسواق العالمية، بالإضافة لمستوى سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية. نتابع. تثبيت سعر الفائدة، هكذا تغير المشهد المطل من السياسات النقدية المتشددة للاحتياط الفيدرالي الأمريكي بعد نحو عام من المداومة على رفع أسعار الفائدة التي سجلت 10 مرات متتالية من أجل مواجهة التضخم الذي يسجل الآن نحو 4%، لتستقر معدلات الفائدة عند مستوى 5.25%. مؤسسة جولدن مان ساكس توقعت تراجعاً للدولار في النصف الثاني من العام الجاري وحتى عام 2024، بينما توقع دوتشي بانك للمستثمرين أن يكون هناك ضعف متوسط الأجل للعملة الأمريكية. ضعف الدولار والعائد المنخفض على السندات أثر في أسعار الذهب التي ارتفعت بأكثر من 10 دولارات
لتصل إلى 1953 دولاراً للأوقية، في حين انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار لتسجل نحو 68 دولاراً للبرميل. وفي المقابل نجد تراجع العملات المشفرة، حيث هبطت عملة بيتكوين إلى أدنى مستوياتها في 18 شهراً، مع إعلان الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الفائدة لتسجل مستوياتها دون 25 ألف دولار بسبب تجنب المستثمرين الأصول الخطرة في ظل توتر الأسواق العالمية، لتنخفض قيمة سوق العملات المشفرة إلى 926 مليار دولار. للمتابعة ينضم إلينا من دبي وائل أبو المكارم، محلل السوق العالمية. أهلا وسهلا بك وائل، وبداية هل من المبكر أن نتوقع انتهاء ذروة السياسة التشددية وبدء تراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة؟ وائل، هل تسمعني يا وائل؟ وائل إذا كنت تسمعني الآن، كنت أريد أن أسألك عن دورة السياسة التشددية في الولايات المتحدة. هل برأيك ربما تبدأ في الهدوء الآن؟ صحيح، يعني هذا القرار اللي كان فيه الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي كان متوقع جدا من الأسواق، أبقى على السياسة النقدية وأبقى على معدلات الفائدة كما هي، ولكن كان في نوعا ما مثل مفاجأة صغيرة، حيث في ما يعرف بالمخطط النقطي اللي هو بيعطي توقعات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة، لازالوا يتوقعون أنه يتم الرفع مرتين بعد خلال هذا العام، بحيث بيوصل معدل الفائدة إلى 5.5-5.75%. باعتقادي يعني بعد التشدد اللي كان فيه الاحتياطي الفيدرالي خلال العشر يعني تقريبا السنة الماضية وأكثر، يعني نحكي تقريبا 15 شهر، بده كمان يوصل لمكان يتروى لحتى يشوفوا تأثير هذه الخطوات اللي اتخذوها على الاقتصاد، لو من بعدها يكون في نوعا ما مثل قرارات أكثر ملائمة مع الجو الاقتصادي يلي يتأثر طبعا بالسياسة النقدية اللي عم نشهدها. كيف انعكس هذا القرار على أسواق المال بشكل عام وأيضا على سعر صرف الدولار؟ يعني احنا شفنا الدولار كان عم يتراجع مقابل معظم العملات الاسبوع الماضي الا فقط الين الياباني، وهذا بعود لتباين السياسه النقديه. يعني اليوم عم نشوف مثلا المصرف المركزي الاوروبي لازال عم يتحدث على المزيد من الرفعات، المصرف المركزي البريطاني ايضا، واخذ السوق بنوعا يعني السوق غير مقتنع انه الاحتياطي الفيدرالي راح يقوم بعد برفعين للفائده، فهذا شيء عطى ايجاب للعملات الاخرى مقابل الدولار. كنا عم نشوف اليورو عم يتخطى مستوى 109، عم نشوف الجنيه الاسترليني كمان ايضا عم يتخطى مستويات 1.28، اعلى مستويات من شهر 4 في العام الماضي، فهذا الشيء كان يعني عم ينعكس طبعا القرار نوعا ما سلبي على الدولار الامريكي. بالنسبه لاسواق الاسهم شفنا ارتفاعات قويه، بحيث يعني مؤشر الاس ام بي ايضا كان عم يرتفع لمستويات ما فوق ال 4400 نقطه، في نوعا ما مثل رياح عند المستثمرين انه بدانا نوصل لنهايه مسلسل رفع معدلات الفائده، واللي هو يريح نوعا ما شوي المستثمرين وصار في رغبه اكثر على المخاطره. نحن بنعرف مع التحسن في اداء الاسهم اللي صار خلال الشهر الماضي بتتحسن شوي ثقه المستثمرين، واللي هو هذا الشيء اللي حاصل في الاسواق حاليا. طيب ماذا نتوقع حتى نهايه العام؟ يعني هل ربما ستكون هناك بدايه لموجه من خفض الفائده بعد التثبيت الاخير؟ واذا حدث ذلك ما التاثير على القطاعات المختلفه؟ نتحدث عن العقارات، عن النفط، عن الذهب. صحيح، يعني نحن نعرف الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماعات الماضيه كان عم بياكد أكثر من مرة أنه معدلات الفائدة لن تنخفض في أي وقت قريب، وخاصة أنه هن رفع معدلات الفائدة لتوصل في هذا النطاق ليبقوا عليها لفترة طويلة أو الفترة الأطول الممكنة. فحتى الأسواق يعني في الوقت الحالي لا تتوقع التخفيض لمعدلات الفائدة هذا العام، بل مع بداية العام القادم، فهذا الشيء طبعا يعني هو مرهون بالأرقام الاقتصادية. بدأنا نشهد أيضا تباطؤ نوعا ما في قطاع الخدمات، كان بيّن على مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات اللي صدر الشهر الماضي، في حال استمرينا نشوف المزيد من هذه التراجعات ممكن يحط شوي ضغط على الاحتياطي الفيدرالي، ولكن الفيدرالي واضح جدا في حال التضخم ما رجع للمستهدف 2% ما في تخفيض لمعدلات الفائده حتى لو كنا عم نشهد تباطؤ في الاقتصاد، وباعتقادي يعني شوي صعب الحسم
على المدى البعيد كيفية البيانات الاقتصادية وكيف رح تصير البيانات الاقتصادية بظل المتغيرات اللي عم نشهدها في أسس عدة. برأيك هل يجب أن تشعر الأسواق الناشئة بالتفاؤل لعودة رؤوس الأموال الساخنة مرة أخرى؟ يعني بطبيعة الحال لما نوصل لمكان اليوم مثلا رفع معدلات الفائدة كان في تخوف عند المستثمرين ككل أنه في حال استمرار رفع معدلات الفائدة رح نوصل لمكان رح يصير في انكماش اقتصادي قوي حول العالم. أيضا يعني إذا بنطلع على الدول الناشئة يلي خاصة عندها مشاكل مع الديون مع في ظل رفع معدلات الفائدة بهذا الوتيرة رح يكون في عندها مشاكل في تمويل الدين أو تكلفة الدين. فاليوم عندما نوصل لمستوى أنه الدورة التشديدية تقريبا توصل لنهايتها، هذا الشيء بيعطي نوعا ما مثل الأريحية لدى المستثمرين أنه هذا الماكسيموم أو أكثر مستوى ممكن نوصله من ناحية التشدد، فهذا شيء إيجابي. ولكن أيضا لازم نشدد على شغلة أخرى، أنه الاحتياطي الفيدرالي ممكن يكون عم يتوقف عن رفع معدلات الفائدة، ولكن بالنسبة للتخفيض الميزانية العمومية لازال هو مستمر فيها، فهذا أيضا نوع من التشدد اللي رح نستمر أنه نشهده خلال العام. شكرا جزيلا ضيفي من دبي وائل أبو المكارم محلل الأسواق. ننتقل سريعا إلى أوروبا، حيث قررت الحكومة الهولندية غلق حقل غرونيغن الذي يعتبر أكبر حقل غاز في أوروبا، مما قد ينذر بأزمة طاقة جديدة في حال توقف الحقل الذي تقدر احتياطاته بنحو 2900 مليار متر مكعب. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة من لندن الأستاذ نهاد إسماعيل، خبير اقتصاديات النفط والطاقة. أهلا وسهلا بك أستاذ نهاد. وبداية، طب هذا الحقل يعني تدور حوله الكثير من الجدل بسبب الزلازل ربما التي زادت منذ بداية عمله، وأيضا التأثير على الصحة العامة. هل ستتمس الحكومة الهولندية بقرار الغلق، أم أن أزمة الطاقة العالمية ربما ستبطئ من اتخاذ هذا القرار؟ تحياتي لك وشكرا على الاستضافة. هذا الحقل اكتشف صدفة عام 1959 بينما كانوا ينقبون عن النفط، تقوم بتشغيله إكسون موبيل وشركة شيل، وحكم عليه بالإعدام عدة مرات 2012، 2018، 2022، ثم مدد ل 2024، ثم قالوا سنمدده ل 2030، ولكن المخاطر موجودة في المنطقة لأنها منطقة غير مستقرة جيولوجيا، 350 ميل مربع و 250 بئر في 22 منطقة، وتم هدم أو إعادة بناء آلاف المنازل، والتكلفة باهظة جدا، وتم تخصيص تعويضات تزيد عن 22 مليار يورو، أي حوالي 25 مليار دولار. لذلك لا مستقبل له، حسموا أمرهم أنه سيتم إغلاقه أواخر هذا العام أو ربما في أواخر أكتوبر المقبل. هذا سوف لا يؤثر، إشارة للنقطة، تأثيره على أزمة الطاقة في أوروبا، تأثيره سيكون محدود وضئيل وقصير الأمد. والسبب في ذلك أن الإنتاج تم تخفيضه عدة مرات، الآن الإنتاج لا يزيد عن 6.5 مليار متر مكعب سنويا، ويسمح له بإنتاج 2.8 مليار حتى نهاية أكتوبر المقبل. إذن الإنتاج منخفض 6.5 مليار متر مكعب. الاحتياط في الواقع رغم أنه ذكر 2800 مليار، إلا الكمية المتبقية القابلة للاستخراج لا تزيد عن 450 مليار متر مكعب، وقيمتها التقريبية حوالي 1 تريليون دولار. لكن التأثير سيكون محدودا ولأسباب عديدة. هناك تخزينات كبيرة للغاز في أوروبا بعد الأزمة، هناك استيراد كبير من الخارج خاصة من الولايات المتحدة، 80 ناقلة غاز طبيعي مسال
وصلت إلى أوروبا في مايو أيار الماضي. كذلك 50 مليار متر مكعب وصلت خلال 2022. النرويج زودت أوروبا 117 مليار متر مكعب 2022، وستزود أوروبا 123 مليار متر مكعب. دول كثيرة، قطر، الجزائر، مصر، أذربيجان، كلها تزود أوروبا بالغاز الآن، لأنهم حسموا أمرهم، لا يريدوا استخدام الغاز الروسي والطاقة الروسية، والآن يستثمرون أيضا مبالغ كبيرة في الطاقة المتجددة لكي يقللوا الاعتماد على الطاقة الأحفورية مثل النفط والغاز. نعم. لذلك التأثير سيكون ضئيلا. عطفا على ما ذكرته أستاذ نهاد، تقرير برلماني هولندي قال إنه العمليات التنقيب في هذا الحقل أسفرت عن 1594 زلزالا وتدمير 85 ألف بناية في هذه المنطقة. إذن الآثار السلبية شديدة جدا لاستمرار هذا الحقل. سؤالي هو فيما يتعلق بعمالقة النفط أكسون موبيل وشال والشركات العاملة في هذه المنطقة، كيف نقدر الخسائر التي ستلحق بهذه الشركات في مع الإغلاق، أم أنها بالفعل قد كسبت كثيرا خلال العقود الماضية من تشغيل هذا الحقل؟ نعم، هذا سؤال وجيه جدا. هذا الحقل منذ أواسط الستينات حتى ربما مؤخرا كان أحد ركائز الميزانية الهولندية، وطبعا الشركات كانت تستفيد وتأخذ حصتها، لكن التقلبات بالكميات المنتجة بسبب الزلازل والهزات الأرضية، الهزات الأرضية خفيفة نوعا ما، يعني لم تكن بحجم كبير، 3.6 درجة، ولكن بسبب حدوثها مئات المرات أثرت على المنازل، أثرت على الزراعة، لذلك قللوا الإنتاج تدريجيا، وحتى وصل ذروته 2014 و2015 يعني حوالي 40 إلى 50 مليار متر مكعب، لكن تم تقليله إلى أقل من نصف ذلك، ثم إلى الآن كما قلت في المقدمة حوالي 6.5 مليار متر مكعب. لذلك القيمة أو الفائدة التراكمية تراجعت وتقلصت، والشركات حسمت أمرها، وهي الآن خائفة أن يتم إجبار تلك الشركات التي كانت تشغل هذا الحقل العملاق بدفع تعويضات للسكان في تلك المنطقة، لأن مئات الآلاف من المنازل بحاجة إلى ترميم وتصليح وتقوية. لكن على مستوى أزمة الطاقة في أوروبا التأثير سيكون محدود وقليل، لأن أوروبا يوجد فيها الآن بدائل، ويوجد تزويدات هائلة من النرويج وتزويدات من الولايات المتحدة ومن دول أخرى من الشرق الأوسط، لذلك المشكلة محدودة وسيتم احتوائها. لكن هولندا ذاتها ستخسر، لأنها أنفقت مثلا 2018 12 مليار يورو على استيراد الطاقة، لأنه لم يكن الإنتاج يكفي لحل مشاكلها، ولكن على مدى السنوات استفادت، لكن الضرر البيئي شديد جدا، لذلك حكم عليه بالإغلاق، وسيتم ويقولون أنهم سيغلقوه في أواخر أكتوبر المقبل. نعم. القرار النهائي الرسمي سيؤخذ أواخر هذا الشهر قبل أن تبدأ العطلة الصيفية للبرلمان الهولندي. لذلك القرار أخذ، لكن سيعلن عنه رسميا أواخر هذا الشهر أنه سانتهى أجل هذا الحقل، انتهينا منه. لكن التأثير يبقى ولم يؤثر كثير على أسعار، على جبهة الأسعار مثلا. نعم. 15 يونيو الماضي، يعني قبل حوالي 5 أيام 6 أيام، ارتفعت الأسعار 24%، ثم تراجعت إلى 10%. نعم. على مرفق هولندا لنقل الملكية الذي يسمى TTF، وهو البورصة
للغاز في هولندا هبطت 7.5%، وهذا أدنى هبوط منذ أبريل 2023 ولكن أقل من مستويات 2021. دعني أوضح نقطة سريعة دينا، أن أسعار الغاز في أوروبا في مايو وأبريل 2022 أي بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا بشهرين أو 3 شهور وصل إلى أكثر من 300 يورو لكل ميجاوات ساعة. الآن وصل في الأسابيع الأخيرة بعد 8 أسابيع من الانخفاضات المتتالية في الأسعار وصل إلى 25 يورو، تصوري من أكثر من 300 إلى 25. وبعد أخذ القرار بالإغلاق النهائي لحقل جرونين ارتفع السعر إلى 42 يورو، لكنه بدأ يتراجع الآن. لذلك القلق ربما مؤقت وغير مبرر في هذه المرحلة. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات. ضيفنا من لندن نهاد إسماعيل، خبير اقتصاديات النفط والطاقة، شكرا جزيلا لك. نبقى معكم في القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، نتابع بعد قليل ما هي حظوظ الجزائر في الانضمام إلى بريكس. أهلا بكم. في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية تسعى عدة دول للانضمام إلى تكتل بريكس، وهو ما صرح به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أثناء زيارته لموسكو في خطوة يراها المراقبون فرصة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة. نتابع. لمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا مباشرة من الجزائر الدكتور عثمان عثمانية، أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة. أهلا وسهلا بك دكتور عثمان. ويبدو أن كثيرا من الدول أصبحت تسعى في الفترة الأخيرة للانضمام إلى تكتل البريكس، برأيك ما هي حظوظ الجزائر بعد زيارة الرئيس إلى موسكو؟ أهلا وسهلا. بالتأكيد في الآونة الأخيرة الكثير من الدول أبدت رغبتها في الانضمام إلى تكتل البريكس، والجزائر من بين تلك الدول، مصر أيضا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا وعدة دول أخرى. بالتأكيد الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى تكتل في شهر نوفمبر من السنة الماضية، والزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري إلى موسكو تعزز من حظوظ الجزائر للانضمام إلى هذا التكتل، ويتوقع أن يصبح انضمام الجزائر واقعا في الاجتماع القادم شهر أوت بجوهانسبورغ. وبالتالي فالجزائر تعتبر هذه الخطوة خطوة استراتيجية وتدفع بها لتنويع وتعزيز مكانتها الاقتصادية وتنمية شركائها الاقتصاديين والتجاريين، وبالتالي فالسعي للانضمام ما زال جاريا إلى غاية اليوم،
سيتحقق قريبا جدا. طيب ما أسباب تردد أعضاء مجموعة البريكس في فتح باب العضوية لأعضاء جدد برأيك؟ مجموعة البريكس في أصلا يعني هي مجموعة غير منسجمة إذا صح التعبير، فهي تتكون من 5 دول: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وهذه الدول تختلف اختلافا كبيرا من حيث قدراتها الاقتصادية، من حيث هيكل اقتصادياتها، من حيث حجمها، من حيث نظمها السياسية، وفي أحيانا لا تكون هناك علاقة ودية حتى بين بعض الأعضاء مثل ما هو الحال بين الهند والصين مثلا. وبالتالي فهذه أو هذا التكتل الذي نشأ حديثا ما زال لم يبلغ درجة التكتل الاقتصادي والسياسي الناضج الذي يمكنه أن يضم دول أخرى، لكن مؤخرا مع الحرب الروسية الأوكرانية والملامح التي بدأت تبدو في العالم الذي يتجه نحو نظام عالمي جديد، أصبح هنالك انفتاح على أعضاء جدد، ورأينا في السنة الماضية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ رحبا بانضمام الجزائر وكذلك انضمام دول أخرى للتكتل المستقبلي. يعني اللافت للنظر أن 19 دولة تطلب الانضمام لتجمع البريكس، منهم 4 دول عربية، ويعني الشهية أصبحت منفتحة كثيرا للانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي الجديد نسبيا. يعني دعني أسألك عن الدول ربما التي ستثقل من البريكس كمنظمة، يعني لدينا اقتصادات مهمة مثلا المملكة العربية السعودية من الدول التي تفكر في هذا الأمر، يعني هل سيحكم هذا قرار البريكس في الموافقة على العضويات الجديدة؟ بالتأكيد العالم اليوم يعرف استقطابا كثيرا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ودول البريكس اليوم أصبح لها هدفا استراتيجيا هو الدفع بالمبادلات التجارية مع الدول الشريكة خارج عملة الدولار الأمريكي، وحتى يتحقق ذلك لابد من أعضاء جدد ضمن هذه المجموعة الاقتصادية والسياسية. وأعتقد أن الدول الأكثر حظا والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في حجم هذا التكتل مستقبلا نجد المملكة العربية السعودية، نجد أيضا مصر كاقتصاد إفريقي قوي، وأيضا الجزائر وكذلك إندونيسيا، وهي الدول التي أبدت رغبتها في الانضمام إلى هذا التكتل. هذا يمكن يعني أن يعزز من موقع التكتل كمجموعة اقتصادية وسياسية على المستوى الدولي والإقليمي. الجزائر وروسيا تربطهما علاقات اقتصادية وشراكات استراتيجية، برأيك هل تمثل هذه العلاقات إضافة أم عبئا على الجزائر بسبب العقوبات المفروضة على روسيا طبعا من الغرب بعد الحرب في أوكرانيا؟ بالتأكيد هذه المرحلة هي مرحلة حساسة جدا، فالغرب يضع عقوباته على روسيا ويرفض أن تفتح الدول الأخرى نوافذ لروسيا لتمويل الحرب القائمة والتي لا يعلم أحد متى ستنتهي، وبالتالي فهذا الوقت حساس جدا لمثل هكذا علاقات مع روسيا خاصة. ولكن الجزائر يعني هي سيدة في قرارها كما صرح السيد رئيس الجمهورية من موسكو، وهي تسعى بجد وملتزمة بانضمامها إلى تجمع بريكس وإلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع روسيا، وكنا قد رأينا حضور الرئيس الجزائري للتجمع الاقتصادي بسانت بيترسبورغ، وأيضا إمضاء وثيقة التعاون الاستراتيجي العميق البلد شارك في كل المجالات تقريبا. ونحن نعرف جميعا أن المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا هي ليست يعني عالية، روسيا تمثل الشركة 10 تجاريا بالنسبة للجزائر فقط بنسبة لا تتعدى 3% من واردات الجزائر، ولكن في نفس الوقت هي مورد رئيسي للأسلحة ول يعني تموين الجانب العسكري في الجزائر، وبالتالي
العلاقات اليوم هي أقوى مما كانت عليه سابقا، والزيارة تفتح آفاقا لتعزيز هذه العلاقات في المستقبل وامتدادها لمجالات كثيرة ومتنوعة. بالعودة إلى النقطة المهمة التي أشرت إليها في بداية اللقاء بخصوص التناغم والانسجام ما بين الدول الأعضاء في بريكس، هل يعني ترى أن الجزائر كدولة متناغمة مع معظم الدول المشاركة أم لا؟ أم أن التناغم مع أعضاء أقل ربما في التجمع؟ نعم، بالنسبة للجزائر من ناحية سياسية، فالجزائر يعني لها علاقات سياسية جيدة مع جميع الدول المشكلة لمجموعة البريكس، ولكن على المستوى الاقتصادي يعني من باب الواقعية الجزائر أقل من ناحية حجم الاقتصاد، من ناحية التنوع الاقتصادي، على الرغم من أن هنالك مقدرات هائلة جدا تتعلق بموقعها الاستراتيجي، تتعلق بقدراتها الطاقوية والمعدنية، وأيضا إمكانية بناء اقتصاد قوي ومتنوع في المستقبل، إلا أن الجزائر هي أقل يعني حجما من دول البريكس الأخرى. ومع ذلك هذه المجموعة إذا أرادت أن تنفتح على العالم وأن يصبح لها يعني قوة أكبر سياسية واقتصادية، فينبغي أن تضم أعضاء جدد، والجزائر أبدت رغبتها في ذلك وهي مؤهلة لأن تنضم مستقبلا هي وباقي الدول التي أبدت رغبتها كذلك. البعض يرى أنه من الممكن أن تغضب هذه الزيارة أمريكا والغرب بشكل عام، خاصة في ظل دعوة الرئيس الجزائري إلى ضرورة تقليل الاعتماد على الدولار واليورو، هل تتفق مع ذلك؟ لا أتفق مع ذلك تماما، لأنه الجزائر تربطها علاقات جيدة مع الغرب وعلاقاتها متزنة بين الشرق والغرب، ونعرف جميعا أن الشريك الاستراتيجي الأول بالنسبة للجزائر هو الاتحاد الأوروبي وليس روسيا. وإذا نظرنا إلى العلاقات التجارية نجد أن الصين هي الأولى كشريك تجاري، ولكن الدول الأربعة والخمسة الموالية هي دول أوروبية، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا. وأيضا الجزائر سعت منذ فترة إلى تنويع شركائها الاقتصاديين، رأينا تقاربا سياسيا واقتصاديا كبيرا خلال السنة الماضية مع إيطاليا، والجزائر اليوم تشكل بديلا هاما عن الغاز الروسي، وهي مصدر يعني موثوق جدا لتموين أوروبا بالطاقة نتيجة لقربها الجغرافي، ونتيجة أيضا لوجود بنية تحتية مناسبة لتموين الدول الأوروبية بالغاز الطبيعي خاصة. ورأينا أيضا خلال الفترة الماضية تزايد تصدير الجزائر للطاقة إلى دول أوروبا، وبالتالي فالجزائر تحكمها علاقات متزنة مع الغرب ومع الشرق كذلك، وأعتقد أن هذا هو الموقف الذي يجب أن تتخذه الجزائر من باب البراغماتية حتى تحقق أكبر مصالح اقتصادية للبلاد في ظل هذه الظروف يعني المضطربة، والتي تشهد تجاذبا واستقطابا عالميين كبيرين. بالنسبة لمسألة الدولار واليورو، كما يعلم الجميع الدولار هو عملة الارتكاز الدولية الأساسية، والدولار هو في تراجع حقيقة يعني منذ فترة من الزمن وليس بعد تصريح الرئيس الجزائري فقط. فلو ننظر مثلا كحجمه في الاحتياطيات العالمية انخفض من 85% في سبعينيات القرن الماضي إلى حوالي أو أقل من 60% اليوم. أيضا في المدفوعات هو يشكل فقط 40% من المدفوعات الدولية مقابل 37% بالنسبة لليورو، وما يقارب 2% بالنسبة لليوان الصيني. لذلك التخلي عن الدولار ربما هو مسألة طوبوية، ولكن تراجعه حقيقة واقعية على العالم وعلى أمريكا والغرب أن يقبلها. وإذا انضمت الجزائر ودول أخرى للبريكس فنحن نتوقع أن تتم المعاملات بين تلك الدول بعملتها المحلية، وهذا ينقص وهذا هو الهدف طويل المدى ربما من جاذبية هذا التكتل. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عثمان عثمانية أستاذ الاقتصاد بجامعة تبسة لانضمامك إلينا من الجزائر. هكذا نصل لنهاية المراقب، شكرا جزيلا للمتابعة.